للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني الجنوبي سعيد صالح النخعي. مرحبا بك سيد سعيد. بداية، كيف تقيمون حجم المشاركة والتوافد في التظاهرة في سيئون؟ عبد الله مساءك أخي الكريم وجميع أستاذة المشاهدين. تأتي طبعا فعالية اليوم التي أقامها الائتلاف الوطني الجنوبي في مديرية سيئون عاصمة الوادي والصحراء في محافظة حضرموت ضمن سلسلة من الفعاليات والمناشط السياسية التي أقامها الائتلاف الوطني الجنوبي والتي انطلقت من محافظة أبين مرورا داخل في غطرة ثم محافظة سبوة واليوم في سيئون. تأتي هذه الفعاليات الجماهيرية التي يقيمها الائتلاف الوطني الجنوبي تعبيرا عن أرادة الجماهير في التعبير عن رأيها في مختلف الأحداث الجارية. وتأتي التي هو على رأسها تأييدها ودعمها المحدود للشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبد الرب منصور هادي ومشروع الدولة الاتحادية. كذلك هذه الفعاليات تعكس التنوع والزخم السياسي الموجود على الساحه الجنوبيه وتكذيبا لادعاءات الوصاية من قبل بعض القوى السياسيه التي تحاول ادعاء الوصاية واحتكارها لتمثيل الجنوب وقضيتها العادله. نعم سيد سعيد، لو رجعنا الى تقييمكم للحشد اليوم كيف كان، وهل فعلا هناك يعني مضايقات تعرضت لها بعض الوفود او اعتداءات؟ مما لا شك فيه ان هناك عمليه سياسيه في اليمن، عمليه معقده والخصومه في لغه اوجهها يعني، وكان قبل ذروتها وهو الصراع المسلح. ففي ظل هذه الاجواء الموبوءه بالشحن والشحن المضاد، لا شك ان من تظهر هنا وهناك بعض محاولات التعطيل والفوضى. نعم. وهذه تأتي ضمن مساعي الهيمنة والسيطرة وتسميم الأفواه بمحاولة فرض اللون الواحد والمشروع الواحد والرأي الواحد. نعم. طيب هل هناك مكونات أخرى غير الائتلاف الوطني الجنوبي كانت مشاركة في هذه التظاهرة اليوم في سيئون؟ كما تعلم أخي الكريم أن الائتلاف الوطني الجنوبي أساسا قام على التوافق بين اكثر من 13 مكونا سياسيا وحزبا سياسيا بالاضافه الى المستقلين والقوى الاجتماعيه والشباب والمراه. هذه المكونات جميعا كلها مثلت بناء الائتلاف الوطني الجنوبي. نعم. اذا شكرا جزيلا لك السيد سعيد صالح النخعي رئيس الدائره الاعلاميه في الائتلاف الوطني الجنوبي، كنت معنا عبر الهاتف.